السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله نبدأ أولى حلقات الترم الثاني إن شاء الله في الفيديو ده مع يونت 7، الوحدة السابعة أو الوحدة في الترم الثاني، تتكلم عن تكنولوجي and the future. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناخد مع بعض في الأول كلمات الخاصة بـ lessons 1 and 2، يلا بينا بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عندي app اللي هو تطبيق، التطبيقات اللي بتبقى على الموبايلات أو الكمبيوتر اسمه app. طيب عندي كمان clever jacket اللي هي سترة ذكية، سترة ذكية. عندي electricity كهرباء، electricity كهرباء. عندي future مستقبل، future مستقبل. عندي headphones، headphones اللي هي سماعات الرأس، headphones سماعات الرأس. عندي كمان كلمة invention اختراع، invention اختراع. خدوا بالكم فيها V-E-N invention اختراع. عندي motorbike، motorbike اللي هي دراجة نارية زي ما انتم شايفينها بالقلم الأحمر مقطعها لكم عشان تعرفوا تحفظوها وكمان تستهجوا نطقها، motorbike. عندي كمان سولار بانلز اللي هي ألواح الطاقة الشمسية، سولار بانلز، سولار بانلز. عندي كمان كلمة تكنولوجي، 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 تكنولوجي. عندي ترانسليت يترجم، ترانسليت. معنا كمان كلمة تشويس، تشويس اختيار. ديليفري اللي هو التوصيل أو التسليم. عندي أونلاين شوبينج التسوق عبر الإنترنت، أونلاين شوبينج. عندي pollution تلوث، pollution تلوث. عندي shop online، shop online يتسوق عبر الانترنت، الماضي بتاعها بزود لها بضاعف البي واحط لها اي دي، كلمة shop تبقى shopped online. طيب عندي كمان famous مشهور. معانا كمان كلمة language، language لغة، language. عندي كمان useful مفيد، useful مفيد. معانا كمان كلمة article مقال، article. عندي كمان pass ينجح فيه. عندي كمان بعض التعبيرات زي make electricity يصنع او يولد كهرباء، make electricity. عندي do the shopping، خدوا بالكم do the shopping لكن go shopping، do the shopping يكون بالتسوق لكن go shopping بيذهب للتسوق. هنا حطينا كلمة the في do the shopping فيكون بالتسوق لكن go go shopping على طول يذهب للتسوق. طب معنا كمان كلمة use an app يستخدم تطبيق، use an app. عندي كمان stay at home يبقى في المنزل، take turns بيتبادل الأدوار. عندي waste يفقد أو يهدر money أو time، يبقى waste money يهدر مال أو waste time بيهدر الوقت. معنا كمان for or against مع أو ضد، for or against. طيب معنا كمان at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع، at أخذت حرف الجر at the weekend. معنا كمان in pairs في ثنائيات يعني مجموعات، مجموعتين يعني كل اتنين مع بعض في مجموعة in pairs. طيب كمان معنا كلمات زي التصريفات الأفعال بقى، عايزين نحفظ مثلا become تحولت من ال o اللي موجودة فيها بقت a became ورجع التصريف التالت بتاعها بقى become تاني زي الأول. طيب هنا build اخرها دي شلنا دي بقت تي، تي التصريف الثاني والثالث تي تي، يبقى build build build. عندي buy شلت اليو والواي وحطيت بقت بوت، بوت. في تصريفات افعال كتير نهايتها او يو جي اتش تي دي نفس نهايه المقطع ده. طب عندي كمان make شلنا الكي وحطينا made، دي بقت made، made. طيب كمان معانا find يجد بقت found، found. شلنا ال I حطينا ايه O U وبعدين ال N دي زي ما هي. طيب عندي هنا spend بقت spent، spent زي ايه build اخرها بقت T، هنا برضو بدل ال D تحولت ل T بقت spent، spent. طيب تعالوا نشوف بعض حاجات برضو المهمة. عندي زي كلمة another، another قلنا بتبدأ بحرف ال A another، فيبقى بعدها يجي اسم مفرد، مش احنا بنقول A A او an، يعني انا بسهلها لكم بنقول على حاجه مفرد قبلها بنحط اداه ا او ان. طب هنا انظر بدا بحرف الاي فيبقى بعدها اسم مفرد،
نفتكرها بدي، نحاول نقربها لبعض انها تبقى بعدها اسم مفرد. طيب بمعنى اخر، طيب other بيجي بعدها جمع، زي ايه؟ another language، وزي other people، people جمع لكن language لغة مفرد. طيب عندي كمان use و used و useful. use بيجي بعدها شيء وبعدين to والفعل في المصدر، تبقى زي ايه؟ use an app to make your warmer، يبقى this clever jacket uses بيستخدم an app تطبيق to make your you warmer، بيخليك ايه؟ اكثر دفئة. طب عندي هنا used بيجي بعدها adjective صفة معناها مستخدم او مستعمل. I think the four inventions will become the most used، هيبقوا اكتر ايه؟ استخداما او استعمالا. طب useful for ايه؟ مفيد لشيء يعني something بيجي بعدها الشيء وبعدين الفعل في ing، زي my new car will be very useful for traveling، هتكون مفيدة لايه؟ للسفر. طيب كمان معانا spend معناها يقضي، بيجي بعدها طبعا spend وقت وبيجي بعدها الفعل في ing، waste بيهدر او بيفقد بيجي بعدها وقت وبعدها الفعل في ing، prefer بيجي بعدها الفعل في ing معناها يفضل. تعال نشوف الامثله. I don't want to spend lots of time كثير من الوقت traveling to the shops، السفر في ايه؟ التسوق او المحلات. I don't like to waste time waiting for a delivery، مش عايزه اهدر الوقت في الانتظار ايه؟ delivery. I prefer going to real shops in my city، انا بفضل الذهاب لمحلات حقيقيه في مدينتي افضل من الشراء اونلاين يعني. طيب تعالوا نبدا نحل الاسئله اللي على جزئيه الفوكابلاري الخاصه بالدرسين الاول والثاني من كتاب جيم الاضواء. بيقول تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي، ارضي اختار الاجابه الصحيحه. طبعا كل اللي احنا هنحله ده كلمات الفوكابلاري الخاصه باختبارات على الفوكابلاري اللي احنا اخدينها لسه الوقت مع بعض. طيب بيقول هنا I like to use my headphones to listen to music، استخدمها عشان اسمع الموسيقى. My elder brother، هنبه تاني على الحتة دي، انا ما باجي اقرا الجملة عشان اجاوب لازم اقراها للاخر، لكن عشان وقت الفيديو انا بختصر، لكن عشان اعرف الاجابة الصح لازم اقرا الجملة الاخيرة لغاية اما الفول ستوب اشوفها عشان بتفرق في الاختياري. طيب my elder brother can translate from Arabic into English well، بيقدر يترجم من ايه؟ عربي الانجليزي كويس. Our new car can go at the speed I have many apps on my mobile phone. Scientists use solar panels. Panels, sorry, planes, mobile phones and rockets are great inventions. ايه اختراعات ايه؟ عظيمة. خدوا بالكوا invitations دعوة فيها اي، لكن انا قلت لكم خدوا بالكوا احنا بنحفظ دلوقتي الكلمات قلنا فيها V-E-N inventions اختراعات. Every student should make a study plan to save their time، عشان يدخروا او يوفروا في وقتهم. I don't like shopping online، ما بحبش التسوق على الانترنت. because I don't like waiting for a delivery، بحبش انتظار ايه؟ الدليفري. many people can do their shopping online. I always help my mother at the weekend، في عطلة نهاية الاسبوع. many cars on the roads cause more pollution، بتعمل ايه؟ تلوث. طيب my sister likes to change her mobile. It is important to know about the latest technology، احدث ايه؟ التكنولوجيا او التطورات التكنولوجيه يعني. Can you tell me whether you are for or against، مع ولا ضد online shopping؟ For or against. طيب my grandmother thinks that online shopping isn't great، بتعتقد ان هو ما التسوق عبر الانترنت ما هوش حاجه كويسه. but I disagree، لكني ايه؟ برفض يعني ايه؟ عكسها. بدل في بط يبقى اكيد في عكس الجمله اللي قبلها. من نهايه الفيديو ده معانا احنا كده وصلنا لحل خدنا مع بعض النهارده اول درس في يونت 7 اللي هو جزئيه الفوكابلاري، وحلينا كمان عليها من كتاب جيم الاضواء. ان شاء الله انتظرونا في جزئيه الجرامر ان شاء الله على الدرسين الاول والثاني في الفيديو القادم. دمتم في امان الله.